قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. And from his narration on the authority of Ibn Abbas that he said regarding the meaning of Allah, exalted is he, successful indeed are the believers, successful indeed are the believers, he says, they are successful, safe and felicitous the ones who acknowledge Allah's divine oneness. The latter are the ones who inherit paradise, rather than the disbelievers. It is also said that this means, the believers will be safe due to their faith, and felicity is manifested in two ways, success and permanence. Then Allah mentioned the traits of the believers, saying, who are humble in their prayers, turning neither to the right nor to the left, nor raise their hands while praying. And who shun vain conversation, and refrain from falsehood and lying. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون. And who are payers of the poor due, and give the poor due from their wealth. And who guard their modesty, and who are chaste.
save from their wives, up to four wives, or the slaves, that their right hands possess, without any limit in number, for then they are not blameworthy, when they engage in that which is lawful. But whoso craveth beyond that, but whoever seeks other than the lawful, such are transgressors, who step from the lawful into the unlawful. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون And who are shepherds, preserve that with which they have been entrusted, of their pledge, such as fasting, major ritual ablution, trusts and the like, and their covenant, with Allah or with other people. And who pay heed to their prayers, pay attention to the prescribed times of their prayers. These, those whose traits are thus, are the heirs, the dwellers. Who will inherit, who will dwell in, paradise, the chamber the beneficent, there they will abide, in paradise forever, never to die or come out. Verily we created man, the son of Adam, from a product of wet earth. هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين
ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Then placed him as a drop of seed in a safe lodging in the womb of his mother for 40 days. Then we transformed the drop into a clot for another 40 days. Then we transformed the clot into a little lump for 40 days. Then we transformed the little lump into bones without flesh. Then clothed the bones with flesh, joints, veins and other things, and then produced it another creation, and then we placed in it the spirit. So blessed be Allah, the best of creators, the best of transformers. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. Then lo, after that ye surely die. Then lo, on the day of resurrection ye are raised, again, you will be given life again. And we have created above you seven paths, seven heavens, some above others like a dome, and we are never unmindful of creation, leaving them without commands and prohibitions. And we send down from the sky water, rain, in measure, of livelihood, and it is also said that this means, in proportion of what you need, and we give it lodging, and we deposit it, in the earth, thus making from it pools, fountains, rivers and brooks, and lo, we are able to withdraw it, and we are able to leave it unused in the depth of the earth. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة
بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون Then we produce for you therewith, by means of water, gardens of date palms and grapes, wherein, in the gardens, is much fruit, many kinds of fruit, for you and whereof, and of these kinds of fruit, ye eat. And a tree, and by means of water a tree grows, this refers to the olive tree, that springeth forth from Mount Sinai, that springs forth from the mountain which is covered with trees, that groweth oil and relish for the eaters. And lo! In the cattle there is verily a lesson for you, in the cattle there is a sign for you. We give you to drink of that which is in their bellies, of their milk which comes forth from between manure and blood as limpid milk, and many uses have ye in them, in riding and transporting your loads on them, and of them, of their meat and milk, do you eat. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون And on them, and on camels, on land, and on the ship, in the sea, you are carried, you travel. And we verily sent Noah unto his folk, and he said, O my people! Serve Allah, profess Allah's divine oneness. Ye have no other God save Him, save the one in whom I command you to believe. Will ye not ward off, evil, the worship of other than Allah? سيقولون لله قل فأنى تسحرون
بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون But the chieftains of his folk, who disbelieved, said, This, i.e. Noah, is only a mortal, a human being, like you who would make himself superior to you, through the message and prophethood. Had Allah willed to send us a messenger, he surely could have sent down angels, one of the angels. We heard not of this, that which Noah is saying, in the case, in the time, of our fathers of old. He, i.e. Noah, is only a man in whom is a madness, so watch him, so wait, for a while, until he dies. He said, Noah said, My Lord. O my Lord. Help me, through sending a punishment upon them, because they deny me, because of their denial of the message. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Then we inspired in him, we sent Gabriel to him, saying, Make the ship, saying, Start building a ship, under our eyes, under our gaze, and our inspiration, and through that which we inspired you. Then, when our command, our punishment, cometh and the oven gusheth water, and the water gushes out of the oven, Al-Tanner, it is also said that this means, when dawn breaks, introduce therein, transport in the ship, of every kind, two spouses, of every kind, a male and a female, and thy household, and take those of your household who believe in you, save him thereof against whom the word, that they will be chastised, hath already gone forth. And plead not with me, by means of supplications, on behalf of those who have done wrong, i.e. to save those who disbelieved among your people, lo! They will be drowned, in the flood. And when thou art on board the ship, thou and whoso is with thee, of the believers, then say, Praise be to Allah, gratitude is due to Allah, who hath saved us from the wrongdoing folk, who has saved us from the disbelievers. And say, When you come off the ship, my Lord, cause me to land at a blessed landing place, blessed with water and trees, for thou art best of all who bring to land, in the life of this world and in the hereafter.